مرحبا أحبتي، سعيدة بأني ألتقيكم بحلقة جديدة من النسخة الأصلية. نسختي الأصلية لهذا اليوم هو شاعر متميز جدا بمجاله. تحياتي إليك أستاذ مجاهد أبو الهيل، وشرفتني على المستوى الشخصي وشرفتني بالبرنامج. أهلا وسهلا بيك وبكل المشاهدين، وسعيد جدا أن أكون معكم بنسخة أصلية غير مزيفة. أكيد دائما أصلية وأصيلة أستاذ مجاهد. حقيقة إحنا راح نبدأ حوارنا مع حضرتك كشاعر بعيدا عن كل المسؤوليات. أفضل شيء. وأكيد هم راح نتناول جانب من أدها ونتحدث عنها قليلا. فأعتقد هذه بالنسبة لك يعني المسؤوليات اللي أخذتها أو يعني وقعها عليك كشاعر كانت يعني المسؤولية أكبر وأصعب، فحدثني عن هذا الجانب، خليني نبدي به وبعدين ندخل بالحديث. من الأمور أو الاختبارات المهمة عند الإنسان عندما يكون شاعر أو فنان أو صاحب أي موهبة حقيقية، يمكن دخوله في عالم الوظيفة وعالم العمل يكون دخول صعب جدا. لذلك الشاعر يجب أن يعني عندما يدخل إلى باب المكتب يركن الشاعر جانبا ويدخل للمكتب، لأن إذا تعاملت كوني شاعر ما راح أقدر أشتغل. بالإضافة إلى خروجك من وسطك الحقيقي اللي هو مثلا وسط الفن لإناث طالب، عندما تخرجين منه إلى التقديم أو إلى العمل أو منطقة الإبداع. نعم، لا، هو الشاعر والفنان ينقل إبداعه في أي مكان يذهب إليه، الوظيفة حتى البزنس هم ممكن أن ينقل إبداعه إليه. لكن سهامك اللي من منطقة اشتغالك الأول اللي هي الشعر أو الفن راح تلاحقك في منطقة اشتغالك الثانية أو عنوانك الوظيفي الثاني. لكن وظيفتك ومهامك صعبة أستاذ مجاهد. صعبة جدا، وكانت تحتاج إلى قسوة أحيانا. فحينما مثلا أريد أن أوقع أمرا قاسيا فيتصارع بداخلي أو برأسي الشاعر والمسؤول. تعتقد الشاعر يمتلك هذه القسوة؟ الشاعر يجب أن لا يكون قاسيا على الإطلاق، لأن الشاعر قلب حمامة أو قلب عصفور. بس ممكن يكون إداري حازم، ممكن يكون برؤية حازمة. لا، الإدارة والشعر والإدارة والفن نقيضان تماما. لازم احنا تدخل علينا نظرية ازدواجية الشخصية العراقية مع علي الوردي. فأتخلص من الشاعر حينما أدخل إلى مكتب المسؤولية، وأتخلص من المسؤول حينما أجلس في قاعة شعرية أو أكتب قصيدة أو أنظر من نافذة معينة. تعتقد أنه الإعلام والعمل الإداري أبعدك عن مشروعك الشعري؟ كثيراً جداً. يعني أبعدك بس ما أخرك؟ لا، أخرني وأبعدني وأثر على شاعريتي بشكل كبير. طبعاً أنا كمجاهد أبو الهيل كان هوسي وهمي ورؤيتي للمستقبل أن أكون مفكراً وليس شاعراً، لكن وجدت الشاعر ينمو بداخلي ويتغلب على المفكر وحتى على طالب الدراسة والعلم والمعرفة. فشفت الشاعر يقفز في رأسي أكثر من غيره. لعد شغف في المسؤولية؟ المسؤولية شوفي، أن يكون شعراء والفنانون والنخب الثقافية في موقع المسؤولية هذا مهم جدا، لأن الفنان والشاعر يحمل معه القيم، الجمال، الإرادة، الإبداع. بينما المسؤول، مع احترامي للمسؤولين التقليديين، يعني تجدين دوائرهم دوائر راكدة. الآن إذا أخذنا الدوائر اللي أنا شغلتها، يعني كانت بعهدي بها حياة، بها حياة وبها إشغال للإعلام وللسوشيال ميديا. هذا طبعا مو أريد أتبجح بها، لكن كوني شاعر فحينما أكون في مكان أتحرك، يعني إذا لا يتحرك جسدي عيوني تتحرك، عقلي يتحرك. فالشاعر والفنان حينما يذهب حسياً وجدانياً، خصوصاً ما إحنا ما اشتغلنا سياسة أو بوزارة الصناعة أو الزراعة أو بالتجارة، إحنا اشتغلنا بالإعلام. حقل الإعلام بحاجة إلى لغة، بحاجة إلى فن، بحاجة إلى رؤية، بحاجة إلى يعني أنا من كنت أدخل، أنا ما أفهم بالديكور، يعني لست مهندس ديكور ولا مهندس إضاءة ولا، لكن حينما أدخل الاستوديو ألاحظ ربما أكثر من المخرج، بس لا يزعل مخرجنا، لأنه عندي يشتغل الحس الجمالي
أكثر من غيري من المسؤولين السابقين. لذلك كنت يعني بالتالي أنحاز. الصورة الشعرية هي صورة جمالية طبعاً، لذلك كنت أنحاز لجمالية المكان. حتى المراسلين كنت أجتمع بهم أنه من تسوي تقريرك روح سوي بمكان جميل حتى نعكس الصورة الجميلة لبغداد. لذلك اتهمت قناة العراقية آنذاك ما تطلع القبح الموجود في بغداد، هو ليس انحيازاً للقبح أو تبريراً له، إنما أريد أطلع بغداد أمام المشاهد بغداد. نعم. أمام المشاهد العربي والعراقي إنها جميلة وبقية المدن كذلك. هواي من الشعراء يشتغلون بالإعلام والصحافة، واضح أكو ارتباط وثيق بين يعني عدا اللغة أكو ارتباط وثيق بين الإعلام والصحافة. لا أشوف أنه منطقة الاشتغال الحقيقية في الإعلام والصحافة هي للشاعر والكاتب والناقد والباحث، لأنه أن يأتي والفنان طبعا، حتى مو أقصد أنه أقصي، لكن أن يأتي إلى الصحافة. مثلا إحنا كنا في أكبر مؤسسة صحفية بالعراق، جبنا الأوائل من خريجين كلية الإعلام لا يمتلكون الموهبة والقدرة والرؤية والإبداع اللي يمتلك الكاتب والمثقف والفنان والشاعر، لكن يهمك فصاحة اللغة والتعبير والإبداع. القدرة على الإبداع والقدرة على شوف الشاعر والفنان همه الوحيد هو المتلقي، المشاهد بالنسبة إليك، يعني بالنسبة إلى القارئ، فكيف نقنعهم؟ نعرف منطقة النفوذ إلى قلوبهم وعقولهم، عكس الصحف التقليدي اللي هو قادم من منطقة المنطقة الأكاديمية ومنطقة التجربة. لذلك تشوفين الآن نجوم الإعلام هم فنانين وشعراء وأدباء ومثقفين. هذا جاي من تأثيرهم بمجالهم، تأثيرهم، نجوميتهم، قدرتهم على الوصول إلى المتلقي. حضرتك ذكرت أنك قدمت فرص لطلاب الإعلام. طلاب الإعلام الآن يشكون بقسوة يعني وبقوة أنه هم يشكون من قلة الفرص، ماكو فرص الآن إعلام. شوف، هي الفرص انعدمت بالعراق لأنه هجم عليها الجميع. يعني أنا من استلم شبكة الإعلام العراقي لقيت أكثر من 1200 واحد يقرأ ويكتب، فطلاب بمعنى؟ يعني لا يمتلك شهادة دراسية، فقط يقرأ ويكتب. يقرأ ويكتب، كلهم قادمين من منطقة المحسوبية السياسية. كل رئيس شبكة مع الأسف يجيب فد 200 واحد، جاب 800 شخص يقرأ ويكتب من منطقته، مثلا منطقة عيشة وناسة وأقارب، لكن هو لا يفقه شيء بمجاله أو بالإعلام. لذلك يعني أنا كنت أقول أنه شبكة الإعلام العراقي يجب أن تتحرر من 4000 موظف، نعطيهم إجازة إجبارية ويمنحون رواتبهم أو يوزعون على الوزارات ذات العلاقة والمؤسسات الأخرى، لأنه المبدعين في الشبكة لا يتجاوزون أصابع يدينا، مو يد الواحد حتى ما أكون قاسي. الإعلام هجم عليه طبعا، حتى صار هجوم من مثلا مناطق أخرى من العمل، البلوغرات، السوشيال ميديا هجمت على الإعلام، كل فرد في المجتمع أصبح إعلاميا يمتلك وسيلة إعلام، هو مخرج فيها وهو مصور وهو محرر وهو مونتير وهو صانع محتوى. كل عراقي الآن وكل شخص بالعالم عنده وسيلة إعلام، إما على الفيسبوك أو على تويتر. بس يظلون دخلاء أستاذ مجاهد لحين ما يثبتون جدارتهم وقدرتهم في يعني بالنتيجة وظيفة الإعلام السابقة يعني لا تؤدي غرضها مثل قبل. من كانت قناة واحدة، قناة واحدة أولا تصنع نجوم، ثانيا تصنع رأي عام، ثالثا تؤثر بالمجتمع. الآن المجتمع كل فرد هو يعتبر نفسه وسيلة إعلام، هو قادر على صناعة محتوى إعلامي. نعم. لذلك الآن تأثير وسائل الإعلام الحديثة أكثر من تأثيرها على تأثير وسائل الإعلام التقليدية اللي هي التلفزيون والإذاعة والجريدة. هذه الوسائل التقليدية يمكن أصبحت أو ذهبت إلى رفوف التاريخ أو رفوف المكتبات. اليوم السوشيال ميديا لعبت لعبة كبيرة في المجتمع وحولت كل فرد بالمجتمع إلى إعلامي أو صانع محتوى إعلامي، وهذا أمر بحاجة إلى كثير من الخطط والمعالجات. لأنه قبل هو يشوف بس إيناس طالب بالشاشة، الآن مليون بنت بإمكانها أن تنافسك من خلال تقديم محتوى إعلامي على السوشيال ميديا ومنطقة التلقي ومن مكانها. نعم، من مكانها من بيتها، من منطقة التلقي هم اختلفت. بس ما تنسى أستاذ مجاهد الفرصة كانت أصعب
فرصة أيد أكيد الآن الفرصة ما عادت الآن الفرصة متاحة يعني للجميع يعني مصعب أنك تنتشر يعني فرصة لكن الأصعب أنه أنت واضح الفرصة متاحة للجميع الآن لذلك اختلط يعني أنت الآن من تريدين تنتقين مقدمة برامج أو فنانة ممثلة تؤدي دور معين مو بسهولة تلقينها قبل تلقينها بسهولة لأنه أولا قليلين ثانيا الظهور محدود ثالثا تمن تشوفين ألف تيست تختلط عندك الامور بينما تميزنا على انتم تميزتم اولا المناخ الموجود انذاك الحاضنه الثقافيه والفنيه الان صعب تميز نفسك صعب جدا نعم. صعب جدا نعم هذه حقيقه حضرتك كنت رئيس لشبكه الاعلام العراقي لفتره يعني مو قليله طبعا ومنجزك كان واضح بها استاذ مجاهد لكن الان يهمني يعني اسالك هذا السؤال وانت ذكرته طبعا الآن الشبكة إيش تحتاج حتى تقدر تتساوى مع المؤسسات الإعلامية العربية العالمية مثلاً إحنا إمكانيات أعتقد متوفرة موجودة أموال موجودة عدد موظفين وحضرتك قلت هي مثقلة بالموظفين طيب ليش ما دا يطلع عندنا شيء يرتقي ب يعني كمستوى إعلام عراقي يضاهي الإعلام العربي العالمي الشبكة تحتاج أمر واحد فقط أن تتحرر من هيمنة الحكومة ولا أعني الحكومة هو مكتب رئيس الوزراء أو لا الشبكة مرتبطة ارتباطا رسميا بوزارة المالية لذلك حينما تريد تعيين نجم إعلامي أو كفاءة فنية أو مهندس يعني يمتلك التقنيات الحديثة تصطدمين بتعليمات الموازنة عندما تريدين شراء أو تطوير استوديوهات الشبكة تصطدمين بعدم وجود تخصيص مالي عندما تريدين مثلاً إحنا الحقيقة اللي ما حد يعرف استوديوهات عندنا أهم الاستوديوهات أكبرها من ناحية نعم المساحة نعم لكن تقنياً نعم غير مهيئة غير صالحة للاستعمال على الإطلاق أنا أتذكر من ردت أحول البث إلى HD لقيت مشترين كاميرات ومكسرات كل وسائل وأدوات HD موجودة لكن موزعة مثل المكسر بالقناة التركمانية الكاميرات يصورون بها تقارير خارج الشبكة ما أولا لا يوجد عقل كان بإمكانه أن يجمع كل هذه الأدوات حتى يطلع قناة تبث HD ثانيا موضوعة الارتباط بتعليمات الحكومة والدولة هي ارتباطات معوقة للشبكة أنا أتذكر قبل كم يوم شفت أحد ضيوف الشبكة سقط على الأرض من الكرسي صحيح كانت هذه كارثة هذا الموضوع إذا الراجع أنا قبل 5 سنوات حذرت من سقوط الضيف أو المذيع على الهواء مباشرة وحصل ما حذرت منه لأن أعرف أن الكراسي والأماكن المخصصة للجلوس هي كلها يعني يوميا هم يضبون براغيها وتوقع والشبكة متهالكة من الداخل كذلك متهالكة من الخارج هناك تنازع أو نزاع على منطقة النفوذ خطاب الشبكة مرة يمين ومرة شمال أنا بوقتي يعني حددت هوية الشبكة سميتها قناة وطن أنه قناة وطنية حتى غيبت بعض الأصوات السياسية الأصوات المذهبية الطائفية لأنه كان همي أن أصنع خطاب وهوية لهذا الخطاب الآن الشبكة موزعة على الجميع هي طبعا من وظيفتها أن تكون للجميع لكن ليس بهذه الطريقة السلبية طيب إحنا يعني إحنا ما نوجه النقد كشبكة هي أكيد لا هي بيتنا الحقيقي بس حضرتك كونك رئيس شبكة الإعلام العراقي بس أنا أتحدث عن كل المؤسسات الإعلامية الآن اللي بالعراق اللي يهمنا كقنوات نضاهي القنوات العربية والعالمية الشبكة تحولت إلى دائرة حكومية أكثر ما هي نعم. دائرة إعلامية أو دائرة مبدعين شوفوا من الأخطاء اللي ارتكبت بالشبكة أنه الآن رواتب الشبكة أعلى رواتب بمؤسسات الدولة ووزاراتها يعني هناك 200% إضافة على الراتب الإسمي تعطى للموظف لكن هذه يجب أن تعطى للموظف الإعلامي والفني وليس للموظفين الآخرين يجب أن يساوى الموظفون الآخرون مع يعني القانوني والإداري والمختص بالشؤون المالية يجب أن يكونوا حالهم حال موظفين وزارة الزراعة والصناعة والري وهذه المخصصات الإضافية تعطى للإعلاميين والمهنيين أنا حاولت تغيير هذا النظام نظام الرواتب وأول شيء يعني بإصلاح الشبكة أن تحررينها من
أن يكون موظف دولة وموظف حكومي ينتظر راتبه في نهاية الشهر وغصباً على الإدارة تعطي راتبه. يأثر هذا الموضوع. هذا يأثر، لذلك 70% إنه الموظف يكون مسترخي يجي لإنكم شهري. نعم نعم. بالتالي يبتعد عن الإبداع، يبتعد على إنه يجتهد على نفسه ويطور من نفسه. هذا المشكلة الحقيقية اللي هي تعانيها شبكة الإعلام العراقي، أن موظفيها أغلب موظفيها ينتظرون نهاية الشهر حتى يستلمون رواتب جيدة بالنسبة إذا قيست برواتب أخرى. لذلك الشبكة إذا لم تتحول إلى نظام عقود مع ضمان لهذه العقود بالتقاعد وبالتأمين الصحي وما إلى ذلك، إذا لم تتحول إلى هذا، يعني من السلم الرواتب اللي سويته ورفضوه في مجلس الدولة، سلم رواتب مثلا يعطي الصلاحية للشبكة أن تعطي راتب أكثر من 10,000 دولار. نعم. مثلا إذا أكو شخصية مهمة أو يعني مهندس استثناءات كبير، استثناءات. نعم. لكن بهذا الموضوع أنا ما أقدر أعطي راتب أكثر من 1,000,000 ونص. أستاذ مجاهد، أسألك سؤال أرجو أن تجاوبني عليه بصراحة. كانت تتخصص موازنة مرتبة تليق بشبكة الإعلام العراقي؟ كانت. الآن أنا من استلمت الشبكة سنة كاملة بلا موازنة، لأن دولة كلها بلا موازنة. كنا ليش ما طالبتوا أستاذ مجاهد؟ لم يبقى باب إلا وطرقناه، ولم يبقى كتف إلا ومسحناه، من رئيس الوزراء إلى رئيس البرلمان إلى وزير المالية رحت له مرارا، إلى كل موارد التمويل الحكومي للشبكة طرقناها، يوعدونا لكن تصطدم الأمور بتعليمات الدولة. وهذا الموضوع اللي قلته أي تعليمات الدولة أستاذ مجاهد، ما هو جزء من إعلام الدولة، هذا الشبكة من منظومة الدولة، هذا من الحماقات اللي ارتكبت بالشبكة. نعم. قانونها الأمر 66 كان قانون تقدم جدا، اجوا غيروه بحجة انه هذا وضعه بريمر، سووا قانون معاق ومعيق للشبكة وحرمها من استقلاليتها المالية. ليش خلى القانون او المشرع خلى مجلس أمناء؟ مجلس الأمناء هو الذي يقر ميزانية الشبكة. طبعا الشبكة من الدوائر التي تتجه للتمويل الذاتي من خلال الإعلانات، من خلال صناعة الدراما، الموسيقى، الوثائقيات، لكن الشبكة من داخلها، شوف الشبكة باختصار تأسست بطريقة خاطئة وأديرت بطريقة أكثر خطأ واستسلمت لتعليمات الدولة. هذا إلى علاقة لما يعني تخوفهم من أن يكون تمويلها ذاتي، ما راح يكون خطابها يعني مستقل؟ شوفي، هو ما راح يتقاطع مع سياسة القانون دولة. الجديد ربط الشبكة، أعاد الشبكة من جديد إلى حضن الحكومة. حتى استقلاليتها، لو كانت الشبكة مستقلة ماليا وإداريا ومجلس أمنائها يصوت عليه البرلمان ويستقر، لكانت الشبكة في حال آخر إذا كانت إدارتها جيدة. أما الشبكة ترتبط ميزانيتها، تستجديها يوميا. يعني أنا مرة رحت إلى وزير المالية لأنه هددني رئيس نايلسات أنه لك 3 أيام إذا ما سددت 5,000,000 دولار اشتراك القمر راح أقطع البث. طبعا إذا قطع بث العراقية من الجو هذا انتهاك للسيادة. طبعًا طبعًا. يعني هي مو قناة أخرى بإمكانها أن تتوقف، قناة دولة. نعم. لا، رمز سيادة بلد. نعم. نعم. فرحت إلى وزير المالية وكان الرجل يعني قدر هذا، اللي هو الآن وزير الخارجية حاليا أستاذ فؤاد حسين، وكانت السيدة طيف هم قدرت هذا الشيء، وبنفس الوقت صرفوا المبلغ لأنه لم يصل لهم صوت الحقيقي في الشبكة. شبكة متهمة بالفساد الإعلامي. جيت على تركة ثقيلة أستاذ مجاهد. أوه، نادم عليها جدا. نادم عليها؟ طبعا، تجربة من التجارب اللي طبعا علمتني الكثير، لكن طالما تعلمت منها يعني أضافت لك. أولا انتهكت سمعتي بشكل لا يطاق، يمكن ما ابتلي مسؤول بمثل ما ابتليت في تلك الفترة. طلعوني مزور شهادة، وطلعوني لص، وطلعوني فاسد، وطلع كلها لأن حاولت أن أشتغل وأصحح الشبكة من داخلها ومن خارجها. صحح مسار. زين، آني يهمني أسألك عن الدراما، يعني مشروع الدراما اللي حضرتك اشتغلت عليه، ومشروع الدراما داخل شبكة الإعلام العراقي مغيب. شوفي، مغيب. أي، هذه ملفين أنا حاولت أعالجهن. ملف الدراما داخل الشبكة لست معنيا به، لكن كانت الشبكة تستلم في أوقات سابقة
أكثر من 20 مليار دينار. بس شبكة الإعلام مو بس برامج أستاذ مجاهد. طبعاً كانت شبكة الإعلام لازم دراما، لازم برامج، كانت لازم ميزانية توعية لدراما أكثر من 20 مليار دينار. 20 مليار بإمكانها أن تصنع دراما تسوق لكل الشاشات العربية. نعم. لا أن تصنع دراما تعرض لمرة واحدة ونهديها لحتى هدية في قنوات بائسة لا تعرض، يعني لا يتقبلونها حتى كهدية. أي دراما هذه التي بينما الآن نسر وعيون المدينة، الذئب وعيون المدينة، منا وباشا، لأن صناعة حقيقية فيها إلى الآن تعرض في كل القنوات العراقية والناس تشوفها، والناس تشوفها من جديد. أنا شايفها يمكن خمس مرات هذه المسلسلات وما أشبع من عدها. لكن الشبكة اللي كانت تتقاضى هذه الميزانية الكبيرة وتنتج بنفس الوقت عشرات الأعمال التلفزيونية، لكن أينها؟ من اللي أثر عليها سام مجاهد؟ الكل شريك في هذه الجريمة، فنانين شركاء بالجريمة، مسؤولين بالشبكة شركاء بالجريمة، منتجين شركاء بهذه الجريمة، وحتى المشاهدين اللي سكتوا عن هذا الهراء اللي طلع هم شركاء. ما شفنا يطلع عمل عملين وبائسات للأسف. بائسات جدا بفترة معينة. لذلك كانت تدفع. أنا من استلمت الشبكة اجتمعت بالفنانين إنه لا تقبلون بأي دور يعرض عليكم، ادرس الدور وقبله. ثانيا لا تقبل بأي أجر ولا تأخذ أجرك من المنتج المنفذ، أخذ أجرك من الشبكة حتى يصل إليك كامل. هذه الضوابط حضرتك وضعتها. حضرتي أنا وضعتها، لكن فشلت في تطبيقها، لأن أكو مافيات وشراكات بين بعض، كان صعب تسيطر الوسط عليه. الفني كان صعب وبعض الموظفين عليه. ما خليت قضية ما سويتها إلى أن عجزت، فأطلقت مبادرة دعم الدراما العراقية وصندوق دعم الدراما اللي حررت الدراما العراقية من شبكة الإعلام العراقي وربطتها بالفنانين، ومع هذا المشروع تعثر وفشل وتوارى. ليش تعثر أستاذ؟ تعثر لأنه أنا قدرت أن أستجدي مليارين دينار من رابطة المصارف والبنك المركزي ومن شركتي. أنا حز بنفسي تقول أستجدي أستاذ مجاهد. استجداء حقيقي. كان أنا كنت آخذ. ليش مخليك بس يعني بس حضرتك بالصورة؟ طبعا أنت من تكون مسؤول عليك أن تسكب ماء وجهك بشكل يومي حتى تصنع دراما. الله. حتى تصنع برنامج. تتذكرين البرنامج رمضان عراقي؟ نعم. مستجدينا من فندق بابل وبعدين اتهمونا بالفساد. مع كل الأسف بس هي يعني اعتبرت تجربة ناجحة. أن تكون مسؤولا في إمبراطورية إعلامية لا تمتلك القدرة على شراء كرسي أو مايك أو نيك مايك، هذه كارثة. أنا وأكو فلوس أستاذ مجاهد وين دفع؟ كانت الموازنة تأتي. شوفي موازنة الشبكة، يعني الشبكة ما عنده صلاحيات يصرف. ماكو فلوس حتى أصرف. الموازنة تجيني فقط رواتب، وعندي 5000 موظف. فطبعا هي المشكلة أنه ماكو تقدير للموضوع، أنه هل الشبكة شبكة الإعلام هي مؤسسة لتوظيف العاطلين عن العمل حتى أجيب 70 مليار سنويا وأنطيها للعاطلين عن العمل، أو هاي 70 أصنع بها مادة تلفزيونية؟ لا طبعا مادة تلفزيونية. لا. صناعة المادة التلفزيونية ميزانيتها صفر و70 مليار ميزانية. بالتالي من تصنع مادة تلفزيونية أكيد أكو ناس يعني تساهم بصناعتها. لا لا أنطي للموظف راتب. شوفي هو متقصر الموظف، أنا حتى ما أرمي الموظف. لا لا أكيد أنطي الموظف راتب، لكن ما أنطي ميزانية لصناعة برنامج وثائقي أو تقرير أو دراما أو أي مادة تلفزيونية أو إعلامية أخرى. معناها نفس مشكلة البلد، يعني إحنا ميزانياتنا كلها تشغيلية. هي المشكلة تعود إلى قانون الشبكة اللي ربطها بوزارة المالية واللي كتفها عن استثمار مواردها. مثلا كانت في الشبكة أكبر مطبعة بالشرق الأوسط، إذا أعطيت مثلا هذه المطبعة حقها من التشغيل ومن الكوادر المشغلة وجابت وزارة المالية ملايين الكتب طبعتها في هذه المطبعة، الشبكة راح مو بس تصنع أهم مادة إعلامية بالشرق الأوسط، راح تزود من ميزانيتها وتعطيها إلى موازنة الدولة. طيب أستاذ مجاهد الحديث يطول ويطول، وإحنا قررنا نبدأ مع حضرتك كشاعر. بعدين رحنا لغير منطقة. أنا لازم أروح فاصل ونرجع نكمل مع أستاذ مجاهد أبو الهيب.
لنا عودة أحبتي مع فقرة التغريدات مع أستاذ مجاهد أبو الهيل. عندنا فقرة التغريدات، حضرتك أنشأنا لك حساب افتراضي باسمك وراح نطلق تغريدات ويحق لك أنه أنت تتحفظ عليها أو تعدل عليها أو نلغيها ما يتم نشرها، فموافق عليها لو لا؟ أي طبعاً موافق. يلا نبدي بالتغريدة الأولى. لم تعد طباعة المجموعة الشعرية هو الحدث الأبرز للشاعر في زمن الميديا، وقد يكون اللقاء التلفزيوني أكثر أهمية. وافق عليها يعني من حق لو كما علق. ترغب تعلق عليها تعدل طبعاً عليها؟ طبعاً من حيث المبدأ كلام سليم جداً، لأنه الآن طباعة المجموعة الشعرية لكم شخص تصل؟ أكثر واحد يطبع 1000 نسخة، يوزع لمن عندها 200-300 ويأخذونها هم طبعاً لو ينساها بنفس المكان، لو هذه طريقة. بس متعة القراءة يعني قليلين تقرأ. جداً الآن يقرؤون قراءة ورقية، أما شعراء الفيسبوك والإنستغرام الآن أكثر شهرة حتى من حسب الشيخ جعفر ومحمود درويش والبريكان وغيرهم. الآن عصر الميديا أنهى مو بس نجومية الشعر، صنع نجوم وهميين وافتراضيين، وأنهى العلاقة بين المتلقي والمجموعة الشعرية الورقية المطبوعة. فهذا كلام سليم جدا، وربما صح اللقاء التلفزيوني على أن يقطع ويبث بالسوشيال ميديا حتى يصل إلى أكثر عدد ممكن من المتابعات. أنت مع السوشيال ميديا لو ضد السوشيال لا ميديا؟ معها طبعاً، السوشيال ميديا ثورة مهتم بيها. إعلامية مهتم بيها. كبيرة وعلينا أن نواكبها، لكن لا نواكبها بهذه الطريقة اللي هي طريقة الاستعراض. لكن مع الورق حضرتك أميل للورق وأكتب على الآن أكتب هي تعزز. على الورقة هي تعزز طبعاً بها روح الورقة أحسها، أما الكتابة الإلكترونية أحسها كتابة عابرة. طيب النشر على الميديا سعد مجاهد تعتقد يعني ما يخضع إلى معايير طبعاً ولا يعني في معايير عالمية اللي هي التحريض على العنف وأكو مصطلحات محذورة الاستعمال، أما هذا الهراء اليومي هذا متاح للجميع، لذلك الآن الذائقة مشوشة بشكل كبير، ولا نستطيع أن نبني جيلاً مثلا يتلقى الفن بصورة صحيحة، يتلقى الشعر، يتلقى الإعلام، لأنه ذائقة مشوشة بوعي. بشكل نعم كبير. نعم نعم نعم. نروح إلى تغريدة، هاي نعتمدها التغريدة؟ أي نعم. نطلقها ونبدأ بتغريدة ثانية. التغريدة الثانية: الشهرة تعطل المشروع الشعري وقد تذهب به إلى الضياع. كذلك أتفق مع هذه التغريدة. أغلب الشعراء الحقيقيين هم يعني زين، التغريدات لها علاقة بالشعر طبعاً. أحسن من البارت الأول. أغلب الشعراء الحقيقيين هم لا يبحثون وراء الشهرة، طبعاً الشهرة تأتي لاحقاً للقصيدة، القصيدة الجيدة تفرض نفسها، لذلك أعتقد أن الشهرة تأخذ من جرف الشاعر الكثير، لا يستطيع الشاعر أن يواكب مشروع الشعري ومشروع المعرفي، لأن الشهرة راح تخليه يدعى إلى مهرجانات كثيرة، حينما يجلس في أي مكان ينشغل بالمعجبين. يعني الآن الشاعر يركز على أنه هو يكون مشهور أكثر مما هو يكون كاتب قصيدة أو شعر. كل فنان، والشعر ضمن الحقل الفني أصلاً، فهو يبحث عن الشهرة بالنتيجة. الشهرة بمعنى أن يصل منجز الإبداع إلى الآخرين فيصبح مشهوراً، وليس الشهرة الاستعراضية. أن تعرف، أن تنتشر. طبعاً شهرة نعم، الشاعر نعم، تختلف عن شهرة البلوغر وشهرة النجوم الآخرين، يعني تعتمد على مشروعه ومنجز الإبداع، فإذا اشتهر معناها استطاع أن يصل إلى قلوب، لأن يعني الشعر يفوت للقلوب مو للعقول. نعم. الكثيرين. تعتقد الشعر ساهم ب يعني بمكانتك وشهرتك كمجاهد أبو الهيل أو الإعلام أو لا المناصب طبعاً اللي لا لا، عنواني الأول هو الشعر أو الكتابة بشكل عام، يعني أني بدأت بكتابة العمود الصحفي، وكان عندي عمود أسبوعي وعمود نصف شهري في الصباح ومجلة الشبكة وصحف أخرى، فالكتابة الإبداعية هي التي سوقتني أو حملتني أو رفعتني إلى هذا المكان. طبعاً منهم يقول أن الإرث السياسي والعائلي والعلاقات هذه مهمة كلها، لكن لو كنت فارغاً من المحتوى الإبداعي والشعري والكتابة والدراسة الأكاديمية
لا أستحق هذا المكان. الإنسان هم علي أن يحاسب نفسه، يعني إذا كنت فارغ ورحت بحكم العلاقات السياسية والإرث اللي أحمله لا ينتهي، ما يبقى ينتهي أكيد طبعا أكيد. وما أنجح ولا راح أبرز في شيء. نعم، حالها حال الموهبة. نعم. إذا ما كانت طبعًا حقيقية أكيد. أكيد معناها نعتمد هذه التغريدة ونروح إلى تغريدة ثالثة. بعض الأخطاء في العمل الإداري لا يمكن تجنبها. شوف، العمل الإداري إذا ما بأخطاء لن تتعلمي الإدارة على الإطلاق في المستقبل. يجب أن تكون هناك أخطاء، لكن الأهم من هذه أن تصري على تلك الأخطاء، لأنه الخطأ الذي تتنازلين عنه فوراً راح يؤخذ انطباع عنك أنك ضعيفة أو مترددة أو كثيرة الأخطاء. أحياناً أخطأ وأتجاوز الخطأ ثم لاحقاً أعيد تصحيح الخطأ بطريقة أخرى غير مرئية للعاملين معي. يعني ما تقول أخطأت ها؟ ما أقول أخطأت في حينها، بعدين أقدر القدرة على تلافي الخطأ لاحقاً دون الوقوع بفضيحة الخطأ. هذه اللعبة الحقيقية للإدارة الناجح. يعني أنت مهتم موافق على هذه موافق عليها وتخشى فضيحة الخطأ. مو فضيحة، لازم نقف عندها، مو بمعناها الحقيقي للفضيحة، إنما العاملين معك أحيانا طبيعة العمل لا تتحمل خطأ، لا تتحمل، أو الانطباع إذا في فريق يتسقط أخطائك واشتباهاتك، فأنت عليك أن تتلافي هذا الخطأ وتدفعي به إلى الأمام ثم معالجته بطريقة أخرى. معناها احنا المدير بالعراق ما يقول اني اخطات، بس يعني لا، كثير اكو اشياء الان بدات او في وقتها اعترف انني ارتكبت اخطاء فيها كثيره، لكن بالاداره انا اتحدث، الاداره الخطا بها يعني القرار خصوصا اذا تم التراجع عنه بطريقه فوريه، اذا طبعا لم يكن الخطا يؤثر على حياه الاخرين او على رزقهم او على سمعتهم، لا، أخطاء إدارية يمكن تلافيها دائما ويمكن قراراتك تصحيحها. يعني بلحظتها تكون ما أتردد حاسمة، ما تتردد بها أبداً، ما تكون حسب ضوابط، لا حسب لا. لذلك يعني أنا يمكن أكثر واحد اتخذ قرارات جريئة ذاك الوقت، أعتقد أن رئيس وزراء يعجز عن اتخاذها لأن بها حسابات سياسية معقدة، اتخذتها في نفس اللحظة وتحملت مسؤوليتها. أنا رجل مسؤول يعني بالتالي طبعا باتخاذ القرار لا أفكر إذا كنت على حق أو إذا كان لدي مبررات لاتخاذ المبررات قانونية لاتخاذ القرار. اتخذت قرارات جريئة ولست نادما عليها وواجهتها، بالتالي دت يعني تشتغل وفق شرعية طبعا. بالتأكيد أكيد بالتأكيد أكيد. يعني أنت ما نادم على الأخطاء أستاذ مجاهد؟ بعض القرارات اللي اتخذتها لست نادما عليها، لكن هناك أخطاء ندمت عليها، مثل موضوع الدراما. أنا ملف الدراما ومبادرة دعم الدراما ارتكبت بها أخطاء، يعني أنا أوحيت إلى الوسط الفني أنني المنقذ لهذا الموضوع، المجال. نعم، المجال، وفعلا كنت صادق في هذا. وإذا تقرين أهداف المبادرة كان عندك هم والسعي حقيقي اللي قدمته، سعي كبير قدمته، وقدرت أملأ صندوق دعم الدراما بملياري دينار، لكن ارتكبت أخطاء فيها والنتائج لم تكن. استثمرت يعني مكانتك كرئيس شبكة، مكانتي وعلاقاتي الشخصية. نعم، كذلك بتأثيرك عليهم يعني خسرت لخدمة أوراق هذا المشروع. طبعا خسرت أوراق شخصية واعتبارات شخصية أمام الآخرين من أجل أن يمتلئ صندوق دعم الدراما، بينما هذه الأوراق كنت أستفيد منها ربما شخصيا، لكن فرطت بها. أفهم من هذا أنه حضرتك تعترف أنه فشل مشروع صندوق الدراما؟ كتأسيس ومحاولة هو نقطة مضيئة في تاريخ المحاولات التي تريد تطوير الدراما. الموضوع والمشروع ما زال موجودا ولم يفشل بعد، لكن أعتقد أنه في طريقه إلى الفشل. اي لطالما ما استمر فمعناها هذا الموسم، موسم رمضان، موسم رمضان كان من انشط المواسم بالحراك الدرامي والماده الدراميه. للاسف الشديد كان في صندوق دعم الدراما اكثر من مليون دولار، كان بامكانهم ان يصنعون عمل او عملين جيدين ينافس، مو ينافسون يسجلون. شو اللي يمنع؟ الاستسلام للضوابط وال
الكسل ربما والاختلاف بينهم وعدم رضا يعني الخشية من عدم رضا الوسط الثقافي عنهم دفعهم إلى هذا الكسل. تعتقد يعني الأعمال اللي ظهرت بصندوق دعم الدراما هي هذه الأعمال اللي تعود المشاهد أن يشوفها لو يعني بحاجة الـ إلى أعمال أهم؟ العملين كان مقبولات بشكل جيد. أولاً استطعنا أن نعيد مثلاً سيدة الشاشة شذا سالم إلى عمل درامي مع نجوم مثل محمود أبو العباس وغانم فاطمة ربيعي. نعم. ربيعي سيدة الشاشة الكبيرة. فالموضوع يعني مو هذا الهدف. هو الهدف ليس أن نظهر نجومنا اللي هم اساسا مشرقه، هي رساله اهم وابعد طبعا. لكن بشكل يعني اذا احكم حكم عام. نعم. مو حكم تفصيلي، تفصيلي هناك نقاط نجاح كثيره، لكن كحكم عام لم نستطع تسويق هذين العملين حتى الى العراقيه. احنا من كان دورك بصندوق دعم الدراما اشراف لو اداره لو فقط تمويل وتهيئه الميزانيه؟ يعني كان دور دعم المشرف العام على المشروع وإدارة اجتماعاته والاستجداء له، إدارة فريق الاستجداء له، لكن لم أتدخل لا باختيار نص ولا باختيار مخرج ولا باختيار فنان على الإطلاق. تركت العملية للفنانين أنفسهم، لكن اتخذت قرار مهم في حينها أن أمنع أعضاء فريق دعم الدراما من العمل في الأعمال اللي أنتجتها اللجنة. بس معيبة استجداء أستاذ مجاهد. والله المعيب مو علي، مو على الفنان العراقي، مو العيب مو على الفنان ولا علي، العيب على الممولين اللي وصلونا أن نأخذ حقوقنا أو حقوق الفنانين بهذه الطريقة. نعم. يعني حينما تعجز الدولة العراقية بميزانياتها الانفجارية، يعني لو يعتبرون كوميشن لأحد أصحاب الشركات الكبيرة أو المتوسطة، الصفقات. نعم. الكبيرة لو يعطون كوميشن واحد للدراما، الآن العراق بإمكانه أن يسوق انتصاراته على الأقل، يسوق قيم الاجتماعية، يسوق الجمال، يسوق الحياة فيه، لا أن يسوق إلى العالم العربي على أنه بلد مأكول ومنخور من الداخل. تغريدة أخرى سيد مجاهد، أشكر كل الأصدقاء والعاملين والمحبين، لكن العمل في نخيل عراقي متعب، لذا سيكون هذا الموسم الثقافي الأخير لنا. هاي يعني ليش؟ هذه التغريدة ليش؟ أتمنى أن لا أصل لها، لأنه الآن أن تكون هناك، ما دام هناك نخيل عراقي موجود على أرض الرافدين أو بين النهرين، فنخيل عراقي ستلاحق آخر نخلة عراقية تولد على في أرض السواد في العراق. لذلك هذه التغريدة لا أوافق عليها ولا أتمنى أن أصل إليها. وربما إحنا هم نوافقك عليها ربما أساساً. طبعا ربما الظروف تجبرني، الظروف الأمنية أو الظروف السياسية أو الظروف الطائفية أو كثير من الظروف. انشغالك بمنصبك الإداري لا يؤثر؟ انشغالي بمنصبي لا يؤثر، وهناك فريق لإدارة نخيل. أنا أحد أهم الأمور اللي بديت أعمل بها هي تحرير نخيل من اسمي ومن اسم الوظيفي بالذات. بالتالي نخيل العراقي مشروع ثقافي مستقل، مشروع ثقافي ليس لمجاهد أبو الهيل. الآن هو رئيس المشروع، هو الموسيقار العالمي نصير شمة، يعمل بالمشروع شعراء وأدباء وفنانون. وقبل يومين كان عندنا يعني محاولة لتأسيس قسم الطفل ومسرح الطفل وتعليم الطفل على الفنون. هذا المشروع هو أكبر من مجاهد أبو الهيل، لكنني خائف عليه جدا. من الظروف القاهرة اللي ممكن تواجهها؟ اللي ممكن تواجهها. تدرين احنا مشكلة هنا هي إلغاء الآخر. إذا اختلفت مع أحد وإجا يلغيني، فأتمنى عليه أن لا يلغي نخيل، إنما يلغي مجاهد ولا يلغي نخيل. ليش هذا الاستسلام أستاذ؟ مو استسلام، بالعكس، هذا إصرار على بقاء نخيل. يعني مستعد أن أفرط بكل ما أملك من أجل هذا المشروع، لأن هذا المشروع ليس لي. هذا المشروع أصبح يرتاده. طبعا كملنا التغريدات ومستمرين بالحديث. أي هذا المشروع اللي صار نقطة ضوء ونقطة أمل لأسماء ثقافية مهمة،
تأوي إليه بشكل أسبوعي أو أحياناً بشكل يومي. هذا واضح. إحنا يومياً نستقبل شيخ النحاتي نداء كاظم، شيخ المخرجين محمد شكر الجميل، سيدة الشاشة فاطمة الربيعي، شعراء من أجيال مختلفة، فنانون، أسماء مهمة. فهذا المكان أصبح مأوى لهؤلاء المبدعين الذين لا مأوى لهم للأسف المؤسسات الثقافية الموجودة. بحاجة إلى الدعم هذا المشروع. بحاجة إلى دعم كبير. وتبني. لا تبني، لا نريد له تبني لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الطوائف. نريد من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية النظيفة أن تدعم الثقافة من خلال هذا المشروع، لأن هذا المشروع هو لا يوجد مشروع ثقافي فيه إيرادات على الإطلاق، ولسنا يعني صناع أو طلاب استفادة من هذا المشروع. هذا المشروع هو استنزاف لجيبي الشخصي. لا أكيد رسالة جمالية وثقافية. بالتأكيد. لكن هناك أكثر من صديق دعموا هذا المشروع. الآن والآن بدأ تشتغلون على طباعة كتب. على طباعة كتب. إحنا أصدرنا 10 كتب. نعم. إلى الآن وعندنا 12 كتاب في المطبعة. نعم. إحنا نقيم سنوياً أكثر من 100 جلسة في السنة، جلسة ثقافية وفنية وسياسية موسيقية أيضاً. موسيقية. نعم. وغنائية. نعم. كذلك عندنا منصات على التواصل الاجتماعي الآن هي الأهم في حقل الثقافة وليس في حقول المشاهير. يعني بالحقل الثقافة أن يشاهد المادة الثقافية اللي تنشر 2000 أو 5000 من متابعي الثقافة الحقيقيين، هذا فتح كبير. إنه أنا أتابع صفحات لمؤسسات ثقافية كبيرة لا تمتلك هذا الحضور. إحنا ننتج يومياً أكثر من 100 مادة ثقافية بين خبر وتقرير وفيديو وصورة وقصيدة ونص هذا يحتاج ناس تتابع وتشتغل موظفين. بالتأكيد عندنا فريق بعضهم فريق متطوعين أيضاً. وبعضهم يتقاضون مكافآت حسب إمكانيتنا. ونخيل عراقي بس يحتاج أن ينضج أبقى. أكثر يعني ويكون أكثر استقرار. بالتأكيد. نعم. المشروع الذي يتوقف عند حد معين ولا ينضج، بالعكس أنا مع ينضج ويسقط ثم تنضج وردة أخرى. نعم. يعيد نفسه. نعم. من جديد. كل هذا إحنا ما حكينا كشاعر أستاذ مجاهد، ودرت مؤسسات كثيرة الآن تشغل منصب خلي الناس لازم تعرفوا وتسمع من حضرتك. مسؤولية كبيرة. نعم. منصبك الوظيفي هيئة الإعلام والاتصالات. أنا الآن في هيئة الإعلام والاتصالات. هاي الهيئة أنا عملت بها من 2010 إلى 2013 أعتقد. أسست فيها دائرة تنظيم المرئي والمسموع، والآن بعد إقالتي من الشبكة ظليت 3 سنوات بدون عمل. أعدت إلى هيئة الإعلام والاتصالات في مجلس مفوضيها، والآن أنا رئيس قطاع الإعلام في مجلس المفوضين تنظيم قطاع الإعلام اللي هو الرخص والرصد والمتابعة وكتابة مدونات وتمثيل العراق بالمحافل الدولية. وقدرت أن أقنع مجلس وزراء الإعلام العرب والدول العربية في جامعة الدول العربية أن يمنحوا رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب إلى العراق، وأقمنا اجتماعات الجامعة العربية. تحقق. نعم. نعم. والآن مبارك لكم برئاسة. مبارك لكم. مبارك لهذه جهود أستاذ مجاهد. شرفتني. بس أنا قبل لا أختم أني يهمني أسمع كشاعر وأحكي كشاعر، يعني لازم نسولف وياك بس أنت تعرف الوقت يعني كلش محددين بأستاذ مجاهد. كتبت القصيدة المنشودة؟ إذا كتبت القصيدة المنشودة أنا ذاك يعني أترك المشروع الشعري. لا، الشاعر دائما يبحث عن القصيدة المنشودة وعن المرأة المنشودة دائما. فحينما يصل إلى القصيدة المنشودة يتوقف عن الشعر، لكن بإمكانه أن يصل إلى المرأة المنشودة. وصلت المرأة المنشودة؟ طبعا بالتأكيد وصلت للمرأة وللقصيدة، لكن القصيدة عملية بحث مستمر. يعني في كل لحظة ربما بإمكانك أن تكتب قصيدة، والقصيدة هي أن أتعلم القدرة على الحياة. أي وسط هذه الانشغالات أستاذ مجاهد يعني قبل ليلتين كتبت مسودة قصيدة. أريد أسألك متى آخر مرة كتبت؟ توقفت عن الكتابة طوال فترة التحضير للدكتوراه، يمكن 3 أعوام أنا لم أكتب قصيدة واحدة. 3 أعوام متوقف عن الشعر بشكل كامل. الآن بدأت بعد مناقشتي للدكتوراه مؤخراً
عدت إلى القصيدة وكتبت قصيدة طويلة لم تنشر بعد، وقبل ليلتين كتبت مسودة قصيدة أخرى. أنا يهمني أسمع شيء بالنسخة الأصلية سعد مجاهد يقول من القصائد السابقة أقرأ لك كما ترغب كما ترغب، بس المهم إحنا نسمع شيء من حضرتك. من أيقظ الورد في خديك فاشتعلا، ومن بباب شفاهي أوصد القبلا، من وزع العطر في اللاشيء أوجده على جدار المرايا فانحنت وعلا، من قطر البحر في عينيك أسئلة من الجفاف ولم يبقي له وشلا، من نقع الناي في دمع الحروف وكم توضأ الناي بالدمعات واغتسلا، غيما من الكحل مر الحزن في وطني وقد تثاءب منه الفجر واكتحلا، يسطو على الريح موالا فيقلقها وفي ذرى الروح يبني يأسه أملا، يصوغ من قلق الآتين رحلته ويفتح التيه في آفاقه سبلا، لا ألعن السفر المعلول في قدمي ولا المسافات لكن ألعن العللا، عشرا من الحزن كان القلب منطفئا تحت الضياع إذا أوقدتك اشتعلا، نخبئ البحر في أجفان غربتنا فإن يجف ذرفنا نارها بللا، مسافرون بلا درب ولا حلم يصور التيه في أجفاننا دولا، فإن وصلنا إلى ظل نلوذ به طول مسافة هذا الظل وارتحلا، تيها حملناك يا بغداد ما بلدا كنا قصدناه إلا تاه وانتقلا، الله وكم صمتنا منايانا نؤجلها نراوغ الموت أو نستعطف الأجل، وقد تساقط من أوراقنا عدد لا تعذليه فكم من وجده قتلا، بقيت وحدي صارت دمعتي وطني والنخل أسكنته الأحداق والمقلا، حتى تربت صبايا النخل في مقلي علمتها الشعر والأحزان والغزلا، علمتها أن لي نهرين من سفر نحو العراق وفي شطآنه ابتهلا، لا لن أسافر يا بغداد ثانية أنا الذي قطع الأقدام واعتزلا. الله الله، شكرا جزيلا. شكرا لك. أشكرك جدا، شرفتنا وأني سعيدة بلقائك وبالحديث مع حضرتك، حقيقة حديث شيق ومهم ولطيف بنفس الوقت، وهذا الأمر معهود من جنابك الكريم. أشكرك مرة أخرى وتحياتي وكل احترام وتقدير. شكرا لك، وإن شاء الله يعني من زمان هذا اللقاء كان مقرر أن يكون. نعم. لكن أنا امتنعت من كنتي بقناة العراقية. نعم. اليوم قناة دجلة وفرت لنا هذه الفرصة الطيبة والجميلة، تبقي النجمة سواء في الإعلام أو في الشاشة. كلك ذوق، أشكرك جدا. شكرا لك وكل المشاهدين. كل احترام وتقدير لنا. لقائي تجدد سواء القادم النسخة الأصلية. إيناس خالد.